من الصوره الاولى ولا من اللحظه الاولى اللي كنصور فيها هذا الفيديو كنظن بانكم عرفتوا النوع ديال العقار اللي غادي نقوم بالوصف ديالو. مع هذا الدروج يبان بان راه ماشي شقه اللي غادي نقوم بالوصف ديالها، انما اليوم عندي النوع اللي هو اصبح ولا المفضل لدى الجميع، هو عندي اليوم دوبلكس. دوبلكس من فئه ديال السكن المتوسط، ولكن بواحد الفينيسيون اللي بصح كتعرف واحد التطور كبير في هذه الحي هذه اللي كنتواجد فيها اليوم. كنقول لكم اليوم جايب لكم دوبلكس، مساحه ديال 200 متر مربع، فيه جوج ديال المطابخ. هذا المطبخ هذا ما هو الا المطبخ رقم واحد، وما هو الا المطبخ الصغير اللي غادي نقوم لكم بالتصوير ديالو. جيو تشوفوا معايا المفاجاه اللي عندي في الدوبلكس ديالي ديال اليوم، هي انه كيتباع بالكراج ديالو. هو هذا فين دخلت السياره ديالك، البلاصه فين ديرها، ها هو كيطلع بالريدو ديالو من برا. غادي نوريه لكم حتى من برا كي داير. هذه ما هي النبذه غير صغيره على العقار اللي غادي نقوم بالوصف ديالو. ونزيدكم ونعطيكم فكره كذلك باش تتبعوا معايا هذا الفيديو، هو ان الثمن ديال هذا العقار ديال اليوم هو ثمن جد منافس، ينافس الشقق اللي هو دوبلكس بالكراج ديالو ديال 200 متر مربع اجماليا في هذا العقار بثمن ديال 740 الف درهم. كنهضروا على 47 مليون. شوفوا معايا الفينيسيون كي دايره، شي حاجه اللي هي رائعه ورائعه جدا في العقار ديال اليوم. كنقول لكم سيداتي سادتي مرحبا والف مرحبا بكم من جديد مع طريق في العروض العقاريه المختلفه. مرحبا بكم اينما كنتم تشاهدونني من داخل او خارج المغرب. كنقول لكم مرحبا والف مرحبا بكم في القناه اللي كتبت لكم العروض العقاريه المختلفه وفي الفيديوهات اللي كتكون مختلفه. اليوم اعزائي المشاهدين كنتواجد بكم بمدينه مكناس، وبالضبط بحي السلام، واحد من الاحياء اللي كيشهد واحد التطور ديموغرافي كبير، واحد التطور في البنيان، وواحد المنافسه اللي زوينه من ناحيه الفينيسيون والديكورات اللي كتحط في كل شقه. صدقوني الفينيسيون والديكورات اللي كيتحطوا في الشقق في هذا الحي شي حاجه اللي ما كطيحش على البال. اليوم جايب لكم كما هانتوما تشوفوا معايا مثلا فينيسيون ديال دوبلكس. دوبلكس كبير 200 متر زائد الكراج ديالو بثمن ديال 740 الف درهم، وكنظن ولا انا متاكد ان هناك نقاش، سيكون هناك نقاش مع صاحب هذا العقار. اجي نطلعوا نشوفوا بعدا شنو عندنا في الطبق الاول. اعزائي المشاهدين هذا هو المدخل الرئيسي للعقار. عندي هذا هو الباب ديالو، المدخل ديال العقار هو هذا، وراه جا عندي في اخ بلوس دو، بما معناه جوج ديال الطوابق. عندك دوبلكس انت بوحديتك ما كاين حتى شي واحد، وكاينين شقق ولا شقه في الطبق الاول قد تم بيعها، وكاينه شقه في الطبق الثاني. بالنسبه في المدخل ديال العقار هو هذا الباب الرئيسي اللي دخلت. حنا غاديين كنلقاو عندي صالون، صالون مغربي اللي هو رائع، صالون كبير، ديكورات اللي هما مختلفين، ديكورات مغربيه اصيله. شو كي دايرين التريه مع داك النقش ما الى ذلك. نزيدو عليه يعني قدامو سيجور، وسيجور اللي هو ممتاز، مساحه كبيره، الريدويات ديالي كلهم كيطلعوا على شارع، شارع زنقه صغيره. كما قلت لكم كنتواجد بكم بحي السلام، وبالضبط بمدينه مكناس. واللي بغى يشوف فيكم هذا العقار هذا اعزائي المشاهدين فمعلي الاتصال والتواصل معي، وانا رهن الخدمه، رهن الاشاره ديالكم جميعا. دي صالون سيجور، وهذا الديكورات كما قلنا ديكورات اللي هما مختلفين. اما الباب الرئيسي ديال العقار فهو باب مقاوم للكسر، واللي زون هي كتلقى الدرج اللي كيهبطني للطبق الارضي اللي درت فيه المقدمه هما هادو. عندي هنا الغرفه رقم واحد للعقار ديالي هي هادي، غرف بصباغه ديال الديكور، بصباغه ديال الخيال. وعندي بالنسبه للسقف كله دايرين فيه الاضاءه ديال الليد ومع اضاءه العاديه. بالنسبه للابواب اللي هي ابواب خشبيه ممتازه. نكملوا الجوله ديالنا، لانني اختاريت ندخلوا الغرفه ديال الوالدين. في المدخل ديال الغرفه ديال الوالدين شنو كيبان لنا، هي ان عندنا هنا حمام في وسط الغرفه ديال الوالدين. الحمام اللي هو صغير، هاد النوع ديال الحمامات زوين لا سيما في الايام ديال البرد. حمام اللي هو صغير وبصح تيجمع لك كل من الهواء ساخن كيبقى، وعندك الفوق ديالو كما كتشوفوا معايا في السطح ديالو ولا في السقف ديالو ما فيش مثلا صباغه اللي ممكن انها تدير الضوء
غتولي في اللون الاسود بلي ميديتي. عندك كاينه واحد الدباغه وعندنا هنايا عندي الغرفه ديالي هي هذه، وعندنا بلاكارات في الجهه هذه الغرفه. وبالنسبه للفوق ديال الغرفه والسقف ديال الغرفه فكله غادي بالبس. بقاتنا دابا غادي نشوفوا كما قلت لكم فيه صالون وسيجور، فيه جوج ديال المطابخ. اذا المطبخ الاول ديالنا هو هذا، المطبخ رقم واحد ديال العقار هو هذا، المطبخ اللي جميل، فيه البلاصه فين ندير مثلا الثلاجه ديالك هنا، بلاصه فين نديروا الميكرووند، بلاصه فين نديروا لا بلاك، بلاصه فين نديروا الفران، كلشي كاين كما قلت. ما هذا الا المطبخ رقم واحد، لان عندنا مطبخ واحد اخر في الطابق الارضي. بلاصه الميكرووند لا بلاك، ومن الجهه التحتانيه كلها فيها بلاكارات. اذا دابا سالينا وشفنا هذا الطبق هذا، وزائد عندنا حمام واحد اخر، شفنا الحمام في قلب ولا في قلب الغرفه ديال الوالدين. دابا غادي نهبطوا كاملين باش غادي نشوفوا شنو باقي لينا في هذا العقار في الطابق الارضي ديالو، ونشوفوا كيفاش جات الفينيسيون ديالو والديكوراس ديالو. عندي هذا هو هذه هي الهبطه ديالو، كما كتشوفوا معايا بالنسبه للدروج كلهم مصاوبين بالاينوكس. كاين عندنا واحد لافابو ولا واحد الفاسك، وبقى عندنا هنا كلشي مفتوح، صالون المغربي والمطبخ، وعندنا حمام اخر. دابا عدد ديال الحمامات اللي شفنا كان ثلاثة، جوج شفناهم في الطابق الاول، وعندي الطابق الثاني ديال هذا العقار ها هو شفنا فيه حمام واحد اخر. كلشي كبير كلشي مفتوح، وعندنا واحد لابتيت كو خارجه من المطبخ ديالنا هي هادي، عندنا لاكو ديالنا في هاد الجهه من المطبخ هي هادي، وكلها مزلجه كتطلع على الداخل داخل ديال العماره اللي فيها جوج ديال الطوابق. فيه ديكورات اللي هي رائعه ورائعه جدا، من صباغه ديال الديكور، من اضاءه ديال الليد، وكذلك من زخرفه في القبس. بقات لنا هنايا باقي لنا جوج ديال الغرف اخرين مازال ما شفناهمش. عدد ديال الغرف اربعه ديال الغرف، غرفه اخرى عندي في هذه الجهه هذه، غرف اللي هما كبار ماشي غرف صغار. بقاتنا دابا نشوفوا الغرفه الاخيره ديالنا، هي الغرفه الرابعه هي هذه، دوبلكس اللي كبير حقا، دوبلكس اللي كبيره، فيه مساحه ديال 200 متر كما قلت، بثمن ديال 740 الف درهم اعزائي المشاهدين. وبصح راه كاين بحي السلام بمدينه مكناس، اللي بغى يشوف هذا العقار عن كثب فما عليه الاتصال والتواصل معي. اخر شيء قلنا غادي نشوفوا على هو الكراج، المدخل ديالو كاين عندنا دريجات باش كندخلوا للعقار ديالنا. هذا هو العقار ديال اليوم، كنتمنى يعجبكم اعزائي المشاهدين. اذا وصلت للختام ديال هذا الفيديو، كنتمنى يعجبكم العقار اللي قدمت لكم اليوم اعزائي المشاهدين. كان معكم طريق من قناتكم افال، كنقول لكم دمتم في رعايه الله، والى اللقاء في عروض مقبله ان شاء الله عما قريب.